صباح عليكم بالخير مشاهدينا، وكل عام وانتم بألف خير وعساكم من عواده. صباحكم فرحة العيد اللي ما أكيد تحلى أيام إلا وياكم. التقيكم دوم بالمحبة والسعادة في أعيادنا ومناسباتنا في أيام عيد الفطر السعيد. الله يعود علينا وعليكم بكل الخير وعلى قيادتنا الرشيدة وعلى شعب مملكة البحرين. كل عام وانتم بخير مشاهدينا وعساكم من عواده يا رب. نطلع عليكم في ثالث أيام عيد الفطر مع فقرات منوعة تخص هذه المناسبة. أكيد. بس هالمرة وانتم في البيت. أكيد ما في شك. وقبل أن نبتدي مشاهدينا خلونا نرحب بالشيف مهدي طاهري. صباح الخير شيف، كل عام وانت بألف خير. صباح النور، صباح الورد. حياك الله شيف. عيدكم مبارك. عساكم عوادة. اليوم شنو طبختنا شيف؟ اليوم طبختنا راح تكون برياني ربيان. يا سلام. إي وايد ناس يحبون الربيان هني، فقلنا نسوي لهم برياني ربيان. حلو. طبختنا راح تكون طبخة هندية فيها تويست بحريني، لازم أحط لمستي أنا في الموضوع. حلو. المقادير اللي عندنا خلني أشرح لكم عنهم. عندنا الربيان، بصل، نعناع، كزبرة. بصل طبعا أنا عندي هني مسوي من قبل اللي هو بصل مقلي مجفف. عندنا زنجبيل، ثوم، فلفل سبايسي حق اللي يبي ياخذ ذاك اللمسة من الحرارة. عندنا غرام مسالة، برياني مسالة، كمون، بابريكا، كاسوري متل اللي هي أوراق الحلبة، وعندنا كشميري، فلفل كشميري أحمر اللي هو فلفل مو حار، فلفل متوسط بس اللون ماله هو اللي يعطي حق البرياني اللون المميز. باودر كزبرة، كركم. عندنا طبعا شيء اسمه تشات مسالة، بعد هم بهارات هندية، فلفل أسود، مرق الدياي، دارسين، ورق الغار، ملح، فلفل. عندنا فلفل عادي اللي هو البودر، وعندنا فلفل العلوب، وعندنا الهيل والمسمار، وهذا الزيت طبعا هو زيت الخردل. انزين لازم يكون في لمسة من الخردل في الأكلات الهندية، وطبعا شيء أساسي اللي هو الزبادي اللي هو الروب. وممكن تسألوني هذه شنو؟ هاي طبعا ماي ورد ميكس مع زعفران حق العيش بعدين لما بنسويه. طبق البرياني يكون على مرحلتين، مرحلة انكم تفوحون العيش بروحه وتشخلونه، والمرحلة الثانية اللي هو الربيان وطريقة السوى مالته في شو اسمه في الجدر الثاني. اول شيء احنا بنسويه راح ناخذ العيش اللي عندنا، طبعا هذه رز بسمتي، تقدروا تستخدمون اي رز بسمتي، طبعا كل ما كان الكواليتي ماله احسن كل ما كان شو اسمه في النهايه يطلع لكم شيء جميل. ناخذ الرز البسمتي ننزله في الماء المغلي، وفوق الماء المغلي راح نخلي قفشه كبيره كذي ملح. نعطيها حركة واحدة ونخليها تغلي. اوكي، اني هني حق الزيت مالنا ناخذ الجدر الثاني راح ننزل فيها شوية زيت. اوكي، وعلى هذا الزيت نشوفه اول ما يبتدي يصير حار راح ننزل. طريقة الأكلات الهندية راح تكون عكس الطريقة البحرينية. الأكلات الهندية اول شيء ينزل الثوم والزنجبيل، تنزلون الثوم والزنجبيل مع بعض وتخلونه يتحمر ويصير لونه ذهبي. لاحظوا ان الثوم والزنجبيل اللي انا خليته مو مفروم، مقصص شرائح بشكل جدا رقيق. راح نبتدي نحمرهم لين يصير لونهم ذهبي. هني راح ننزل عليهم البصل ونحمر البصل، واول ما وصل لونه الى اللون اللي احنا نبيه بننزل عليه الربيان مع البهارات الاساسيه، واخر شيء بنخلي عليها الطماط، وطبعا نحاول نسوي منه نوع الصلصه على اساس ننزل عليه العيش المشخول ونسوي له الديزاين النهائي. في مشاهدين احنا اكيد راح نرجع للشيف ونشوف وياه الخطوات الثانيه او الخطوات الباقيه لطبقنا لليوم. ايش عندنا بدر الحين؟ الحين مشاهدينا راح ناخذكم في هذه التقرير لذكريات جميله ولعمل تلفزيوني خالد في اذهان متابعينه من الجيل القديم، حقق نجاح وجماهيريه كبيره في ذاك الوقت واستحق ان يعاد بثه في شهر رمضان هالسنه على قناه بحرين الاول. نشوف مقتطفات من البرنامج وراجعين مع ضيوفنا في الاستديو.
لحظة مني تفضل. إيه ترفعها كذي وتقول كنتاكي كات كات كاتاكيتو. إيه يلا كنتاكي كات كاتاكيتو هلي هي هي هو هو. لا بعد مرة كنتاكي كات كات كاتاكيتو كنتاكي كات كاتاكيتو. معك الكاميرا الخفية نصور. اسمعوني اسمع هل انت شخصيا تقبل بالفكره ان انا خليت سيارتك من سنه واحده؟ اي دليل لان ناس تسوق. وشيء ثاني شيء ثاني ودينا سياره البحث. ايوه زين قبل الحين ما صار لي اسبوع. ايوه ودينا سياره فحص هناك مرور. ايوه وخذينا هذه البيج الجديد. ايوه شلون نوديه فحص؟ والله هالشيء الواضح انه في شيء دليل. هو بالدليل التذكره مو معقول. بس ما عندنا اي شيء نقول فحصناه ما فحصناه. ما يمشي. ليش ما يمشي عندكم؟ ما يمشي لا يمشي. انا اسف ما لا لازم تمشي. ألا تعرفني؟ كلا لا أعرفك. قلت لك رطيب بن تيمور من بني خلاص. بني خلاص بني خلاص وين وقفتم؟ ألا تعرف حبيبتي كانت في منطقتكم يوم من الأيام عندما غزوتكم أتذكرني؟ على حصاني الأبجر عندما خطفت رقية ابنة مرزبان. تذكر هذا. تذكر تذكر أرجوك. زين نمشي نمشي تعال نمشي نروح هناك حاجة. أريد أن آكل بعض المتاي. زين مش مني أول. لا 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 أريد أن آكل بعض المتاي. مش أول مش أرجوك محمد نام عليها ولا بهتي يقول لها لا تتركني. الفخر لي إن كان رجل مثلي يمسكني وأنا مقيد. من؟ عباس؟ أليس هذا عباس ابنه؟ كلا ليس عباس. نام على. لماذا الشفر يغحص ويحفص؟ لماذا؟ يحفص كيف سيارته؟ أنت ما عندك سيارة؟ كلا. ما ليش ما عندك سيارة؟ عندي حصان. شلون سلمان؟ مشاهدينا وللحديث أكثر عن برنامج الكاميرا ورائك يسعدنا استضافة الأستاذ عيسى المقهوي رئيس قناة البحرين الأول والإعلامي خالد العجمي. صبحكم الله بالخير وكل عام وانتم بألف خير. كل عام وانتم بخير ملاعدين السعديين. بهالمناسبة نزف أسمع آيات التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة وللشعب البحريني الوفي ولكل مقيم على هذه الارض الطيبه. حياكم الله. انتم بخير. انتم بخير. صحه وسلامه. وابتدي وياك يمكن استاذ خالد. انا كنت متابع للبرنامج لحقت عليه يعني. انت سنه 89 كم عمرك؟ 89؟ عمري 8 سنوات. شعورك اليوم عقب ما شفت البرنامج يعني كم سنه مرت من 89؟ والله اكثر شيء انا اتالم لأن كنت ذاك الوقت وسيم. الحين مو بوسيم. أعيش أتذكر شبابي يعني وشيطانتي وكنت مزعج. مزعج وايدي والله. والبركة في قناة البحرين الأول طبعا بهالطيب عيسى المقهوي اللي فاجأنا بهذا الشيء صراحة. مو بس أنت اللي تفاجأت أستاذ خالد حتى احنا تفاجأنا. أستاذ عيسى يعني خلنا أول شيء نتكلم عن فكرة إنشاء قناة البحرين الأول. يعني أمانة أنا عن نفسي إحنا كل يوم ترى في البيت على الفطور نشوف البحرين الأول، نحب نشوف برنامج الكاميرا الخفية، نستمتع، نضحك، نشوف ردود الأفعال، وفعلاً نشوف طيبة البحرينيين. يعني إيش كثر بالهم طويل وتحملون. يعني إذا بتكلم أنا عن البرنامج هذه على وجه الخصوص، لكن شلون تم اختيار هذه البرامج اللي فعلاً انعرضت ذاك الوقت في رمضان وردت رمضان 2020؟ هو في الحقيقة يعني إحنا شوفي تقريباً نفس البرامج السابقة حاولنا نأخذ يعني نفس النمطية على أساس إن اللحظة والتوقيت هاي مهم عند الناس. صحيح. ومن بدينا ما شاء الله أنا شود طالعت قبل القنوات هذه شفت شنو اللي هم ناقصهم. إحنا لازم نجذب الجميع مو يعني فئة معينة، لازم الجميع نجذبهم. فلازم نسوي مثل ما يقولون تشكيلة من البرامج إن تجذب الجميع. ف على سالفة الكاميرا
احنا من بدينا والطلبات عرضوا الكاميرا عرضوا الكاميرا يعني سبب لنا الضغط هو وفرجان الاول وهاي، والحمد لله يعني صراحه عمل ناجح وكوميدي، وفوق ذي انك تشوف البحرين القديمه. احنا حفظنا اغنيه التتر ترى والله حفظتها انا يعني يمكن بعد استاذ خالد قبل تقنيات الاعداد التسجيل برامج كانت يمكن وايد معقده وايد صعبه، لكن هذه البرامج ببساطتها اثبتت نفسها، وليه اليوم لما نشوفها نستانس عليها. خلينا نتكلم عن الطريقه ذيك الايام شلون كانت، ايش كثر كانت متعبه بالنسبه لكم؟ والله احنا كنا نطلع من الصبح وما نرجع الا في الليل، احيانا نحصل لنا موقف موقفين لان اكثر الناس ذاك الوقت ترفض، لازم يوقع انه موافق على العرض. أيه. يعني عقب ما تصور وتخلص يقول لك لا يروح كل شيء، يقول لك لا خلاص ترد يصيدك احباط ترد من اول. انا صار لي مواقف وايد لان انا كنت اول مره كنت امثل ذاك الوقت. أيه. فانا ما ادري انك مايك ذي المخشوش عندي فانا ما ننزل في مطر اروح اعقر في المخرج قرب احمد الثاني المهم هو يسمع يقول خرب بيتك الله يذكره بالخير محي الدين جلال يقول جاي التخين مش ساكت عني وانا انسي يقولون ايش فيك انت كذا تنسي الله يرحمه ابو عبد الله عبد النبي الفرجان الله يرحمه والاخ العزيز عبد الله جميل يقول خالد كل يوم نقول لك كل يوم نقول لك لا تعقر لا تتكلم بالمخرج وهني يسمعك في الباص لأنه كان باص. فالحمد لله يعني ذاك الوقت أنا حتى يقولون لي أنت ترى بتشتهر ترى اشتهر قال أي تخبر شباب مراهق أحب الشهرة ذاك الوقت الحمد لله توفقنا ذاك الوقت اشتهرت صرت مغرور بعد. أنا على كلامه ترى هو عنده أسرار في هالكاميرا حلو تعرفونه أصلاً في التتر تشوفون خالد سعود مو بخالد العجمي هاي واحد من الأسرار. ترى بقول لك أنا كنت جايتك في هالموضوع إحنا كشفناه من صوته والله إحنا كنا قاعدين إلا أقول لحظة هاي صوت خالد العجمي كان باكر أنا بشوف في الإند كريدت خالد السعود قلت لهم والله هذه هو خالد العجمي والله صح هذه واحدة من الملاحظات اللي لاحظتها. وبقول لكم هو السر مالها. والشغلة الثانية في البارك مرة ويا جمال أجور ترى صارت طق الصج يعني أنا قاعد بوحق على الهواء شلون هذه كان حرني جمال حرني وأنا ذاك الوقت قوي فصار مشهد قالوا تهوشوا استنستوني والله وارضى اخبي رضخ على السيارة على البونه شيل بفوق وارضى اخبي اقول بقول حرام عليك اللي قاعد تسوي لي كلام انا بقلب حر من قبل يا مسكينه وكنت انا زوج اخته وهو يبي نمر ناخذ امه ووديه البيت قلت له ما نمر ناخذ امه جيت تخلص الهامبا تاكل الهامبا بكشوره بكل شيء في البيت عندي قال لا ناخذ امه ذكريات حلوه يمكن هذه اللي حل الاعمال والبرامج الذكريات والجو البرامج على اي اساس تم اختيارها يعني اكيد ياتكم ردود افعال حلوه يعني فلونا جورجي مسلسلات يعني يمكن في ناس ما لحقوا حتى عليها صح؟ اول ما بدينا القناه قبل خلينا نقول قبل لا نبتدي اكتشفنا ان في وسائل تواصل عالم ثاني كله مهتمين بالكلاسيكيات وغالبا الكرتون ترى عن طريقهم الحين من بدايه القناه صارت تخيلوا لينا سنوات تكمجي متابعه قناه البحرين تخيل ايمان حسين مال جورجي متابعه ابراهيم الحربي يتكلم في ستار كوفي عن انه هو القناه دي يحبها ويتابعها حلو ومستانس السايتات الخليجيه بروحها هي جابت لنا المشاهدين مو احنا عبد الله الحبيل الفنان الكبير عبد الله الحبيل شاف مسرحيه البنبره اللي ما شافها سنين تخيل فولده يقول لي الاستاذ عبد الله مستعد اي عمل نقاصركم بنزودكم فصار تفاعل كبير من الناس احنا خليناها نفس ما قلت لكم نفس قبل مع بعض الاختلافات يعني السبت مجله التلفزيون السهره الاحد فارس الاسبوع لانه كان ينعرض الاحد الاثنين الرياضه على اساس هاي اليوم المناسب عن الدوريات الاوروبيه والدوريات الثلاثه الفنون الشعبيه والاربعه حق شعر كل الناس خليناهم لهم مكان في القناه حلو وموزع البرامج التراثيه برامج الوثائقيه التاريخيه حتى الفتره الدينيه بدر اوقات متابعتها القناه حضرت الفتره الدينيه نفسها القديمه الاذان كله جهودك اكيد كانت واضحه يعني مع انطلاقه القناة. أستاذ خالد خلينا نتكلم عن المواقف شلون كانت تصير شلون كان يتم
التجهيز لها؟ هل كان في خروج عن النص او عن الفكره في بعض الاوقات؟ لا احيانا انا بروحي ارتجل يعني مثل عندك اللي بيع التمر دي الحساوي احمد هو قال لي في البدايه قلت ايش اسمك؟ قال احمد. عقب قررت قلت انا ما اعطيك فلوس ابو انت احمد. قال انا قلت لك اسمي اديتني انت احمد. فكان هي من اعداد محي الدين جلال بس احيانا انت يك مثلا يك ضيف بروحه يعطيك سيناريو مثل كاركتر هذا شويه يعني انا اشوف الكاركترات هي اللي انقذتني حتى في موقف اللي انا في فقد الذاكره اللي اصارخ في الشارع بالفصحى يعني المشكله الكاركترات اللي مرت هي اللي ساعدتني مثلا واحد مر قلت له من فارس بن حمدان قال لا عنتر بن شداد والثاني ذاك اللي مو صاحي يكلمني بالفصحى هو يكلمني قام هو اخذ الدور يعني فالكاركترات هي اللي تساعدك يعني ذاك الوقت على فكره 89 ما في فضائيات صح كانوا الخليج يشوفون البحرين لان ما في فضائيات يعني السعوديه المنطقه الشرقيه كلها كان تركيزه على التلفزيون البحرين صحيح ذاك الوقت يعني اكيد اي لا وفي اشياء يعني شفناها هي كانت مقالب كانت كاميرا خفيه يعني مثلا من ضمن الحلقات اللي اتذكرها الفنانه اماني محمد اذا هي قاعده تتابعنا اكيد نبارك لها بالعيد وكل عام وانت بخير كانت في الشاشه فاتذكر كان في ناس يكلمونها ان على اساس يبيعون التلفزيون اللي تحكى اليوم سيري حكيت ترد عليك فاهم الاشياء الشيء الثاني البصمه بالصوت مالت البنك هاي بعد تذكرها اكيد اليوم في يعني في طرق ثانيه ما شاء الله يعني البرنامج كانه سابق عصره سبحان الله سابق عصره بالضبط بس استاذ عيسى يعني بالنسبه لك انت يمكن اخبر من غيرك في هذا الموضوع اكثر نسبه مشاهده كانت على اي برنامج في رمضان ولا قبل بشكل عام في قناه احنا خلينا نقول في البدايه كان الرسوم المتحركه هو اكثر هو الاكثر شيء لهم جمهور يعني مو طبيعي في رمضان طبعا بدون مجامله الكاميرا لان انا قلت لكم مسببت لي ضغط من بدايه الانطلاقه لان شايفين شيء حلو ويبون يشوفونه مو موجود في اليوتيوب مو موجود فالكاميرا وفرجان الاول يعني يمكن خذوا نصيب الاسد عندهم بعد الكلمه الطيبه عقبهم وسلحوت هذه سلحوت لو تدرون انا يعني وسائل التواصل مو بسوكت هاي سلحوت وفرجان الاول يطرشون لعيالهم تعليقاتهم سلحوت يلاقونه شخصيات يلاقونه ويقول له سلحوت فالحمد لله يعني اعمالهم علاء الدين بعد علاء الدين ممتاز يعني تجهيزاتكم للمرحله الجايه في القناه والله هاي اللي الحين احنا بسبب الجائحه يعني تعرف عمل التلفزيون ياخذ وقت صح وطبعا خلينا نكون واقعيين القناه الاولى هي المهمه حاليا لان تخاطب الشعب كامل على اساس الجائحه فالعدد قليل اللي مثل مال التقييم البرامج هذه فياخذ وقت النسخ احنا موادنا تتاخر لان ساعات بعد مو وتحتاج تعديل فاحنا حاليا الحين الاداره يعني موافقين ان احنا وخصوصا ذي الطلب جماهيرنا في الخليج اللي لحقوا على القناه بعدين يبون يشوفون مواد احنا حطيناها فاحنا ما لحقوا عليها فاحنا بناخذ هالشهر ذي بعد رمضان طبعا في رمضان مفاجات عجيبه ان شاء الله بس قصي في العيد بس مسامحه الحين يوم العيد بس عندنا بعد العيد عندنا مفاجآت يعني بس اول شهر بنكون نعيد البرامج وعقبها ان شاء الله نواصل على ما يقولون ان شاء الله باذن الله خالد كلمه اخيره بهالمناسبه والله انا اشكركم وانتم متميزين الناس تنطركم من الصباح الى الفجر يا شيماء ويا بدر يا الله القصيده بعدين عطني بزوتها لان الحين الشعراء كلهم يبيعون قصائدهم تشيك تشيك هذه بعد ما دريتوا قصيده اذكريني خليها حق مره ثانيه انا اكيد نشكر وجودكم معنا الاستاذ عيسى المقهوي رئيس قناه بحرين الاول والعلامي خالد العجمي كل عام وانتم بخير مره كل عام وانتم بخير شكرا للضيافه شكرا لكم مشاهدينا احنا من خلال هذه التغطيه الخاصه ايضا حابين نشكر اطبائنا على جهودهم واليوم معنا عبر السكايب احد المتطوعين في الصفوف الاماميه الدكتور علي الساده طبيب مقيم اول متدرب صباحك الله بالخير دكتور عيدك مبارك صباحك الله بالنور استاذ وكل عام وانتم بخير صحه وسلامه دكتور كلمه بهذه المناسبه دكتور تقولها صراحة أغتنم هاي المناسبة أني أهنئ ديرتي الحبيبة الحكومة بشكل وأهل البحرين
كل عام وانتم بخير وصحة، جاكم من العايدين السعيدين، عيدنا يكمل وسلامتكم وسلامات جيراننا الطيبة. شكرا لك دكتور، اكيد يعني على هذا الكلام الطيب، على هذه المشاعر. انا متاكده ان الحين يعني اهلك وافراد اسرتك قاعدين يتابعونا من خلال الشاشه. وذكرت شغله في النهايه انا بعد حابه لو تضيف وتاكد عليها، اهميه البقاء في المنزل خصوصا في هذه الفتره. فعلا احنا نبي على هاي المكوث في المنزل في هاي الفتره حد من شكرا لك دكتور، يعطيك العافية وما قصرت. مشاهدينا كان معنا عبر السكايب الدكتور علي السادة، طبيب مقيم أول متدرب، أكيد كان معنا عبر السكايب، وحلو إن أكثر من طبيب أكيد ظهر معنا خلال هذه الفترة من خلال السكايب. أكيد يعطيهم العافية على جهودهم اللي يقومون فيها، أكيد يعني ما قصروا، وقفتهم ذي الشهور اللي راحت أبداً. ما ننساها لهم والفترة الجاية أكيد. مشاهدينا وأكيد في هذا اليوم الجميل الكل يهني ويبارك، خلونا نشوف معاكم تهاني الناس عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونرجع نواصل وياكم باقي فقراتنا الحلقة الثالث أيام عيد الفطر المبارك. يا أهلا ومرحبا بكل أهل البحرين، انقضى شهر رمضان شهر الخير والسعادة، وجاءتنا سعادة أخرى وهي عيد الفطر المبارك، فكل عام وكل أهل البحرين بخير وصحة وعافية. محمد الموالي بدور حجيري مصورة بحرينية، أتمنى لكم تكونوا بخير وعيدكم مبارك. تقبل الله طاعتكم جميعا وكل عام وانتم بخير. أحب أهني الشعب البحريني كله وبالقيادة الرشيدة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، الله يعود علينا وعليكم بالصحة والعافية. أخوكم علي طالب. أجمل وأحلى تحية من أحمد النوح وعائلته لكل شعب البحرين بمناسبة عيد الفطر، وأحب أقول لكم خلكم في البيت وراح ترجع الأمور كما كانت، وكل عام وأنتم بخير وعساكم من عوادة. مشاهدينا ما يخلى العيد من التوزيعات والمعايدات اللي ممكن تكون مختلفة هالسنة بسبب الأوضاع اللي نشهدها حتى وإحنا في البيت. اليوم معانا مشروع قدم فكرة العيادي بطريقة حلوة مبتكرة. هند التتان صباح الخير وكل عام وانت بخير. صباحك الله بالنور وانت بخير وبصحة وسلامة. مبين يعني من البداية ان المشروع مميز. لا مبين من الأشياء الموجودة ومن القطع اللي موجودة عندنا في الاستديو. هند في البداية طبعا مثل ما قال بدر في المقدمة ان المشروع يركز على التوزيعات والهدايا، بس كلمينا عن فكرته، شلون بديتي ومن وين تيج هذه الأفكار اللي ما شاء الله أكثر من شكل وأكثر من نوع؟ طبعا انا بدايتي كانت موهبتي اللي هي الرسم، ارسم كاركترز في المدرسه، وبعدين توجهت ان درست هاي الدراسه تخصصت انتيرير ديزاين، بديت في سمول ايفنتس وانتيرير ديزاين حق بيوت، وسميت اكاونتي ديتيل باي اتش اس تي لان كل قطعه فيها اركز في الديتيلز اكثر من القطعه هي نفسها يعني. وطبعا حق كل مناسبه لها قطعه غير. اكيد ما في شك. طبعاً. متى بديتي؟ اي سنه؟ كنت من 4 سنين. 4 سنين اي، بس ما فتحت انستغرام، ما كنت متشجعه. انا هذه اللي كنت بسالك، هذه مساله التحضير، يعني من جات الفكره في بالك؟ ليه ما بديتي فيها؟ ايش كثر تمت هالمرحله وايش كثر فكرتي فيها؟ ترى يعني صعب اتوقع ان الواحد بسوي شيء بس غير عن الموجود في السوق. يعني هو بدايه الشيء تقدر تقول وراثه، بالوراثه وراثه من امي. اوكي. فبديت يعني شوي شوي حبه حبه لين ما قررت اني ابطل اكونت. وبعدين اسوي قطع تناسب شخصيتي، عرضتها شفت ان في تفاعل من الناس وعجبوا الناس، نالوا الاعجاب وقاموا يطلبون، فيعني القطع منها شخصيتي ومنها اعجاب الناس. حلو، ودام احنا جبنا طاري القطع وقاعدين نتكلم عن القطع، خلينا نتكلم عن كم قطعه موجوده هنا عندنا في الاستديو. اكيد في قطع بالنسبه لك هي مميزه تحبينها اكثر من اي قطعه ثانيه، خلينا نبتدي بقطعه انت تختارينها. مثلا هذه
الموردة. الموردة طبعا كل قطعي مثل ما تشوفينها متكشخة. اي وايد وموردين. وحتى اتوقع التوزيعات متعددة الاستعمالات، يعني انا اقدر استعمل ذي الصحن، اقدر استعمل القطع اللي داخل. صح. انا احط قطعي على حسب ما يعني شنو انا بعدين بستفيد من القطع. حلو. مثلا مثل ما قلتي هاي صحن نقدر نسوي حق صحن كب كيك. صح. نخليه حق ديكور في البيت، الطاسات ينحط يعني خلص هاي القدوة. اي حتى اقدر استعمله حق مجوهرات، اقدر استعمله حق يعني عدة اغراض. صح. نروح مثلا حق القطعة الثانية فيها مبخر وصينية وصحن شوكولات. صح. فنقدر نستخدم المبخر بروحه والصينية مثلا نحطها كديكور حق رمضان، حق العطور بعد حلوة الصينية. اي حق العطور وحق هالاشياء. ايه. يعني كل قطعة اركز فيها شلون بعدين الناس بيستفيدون منها ويعيدون استعمالها. اي فيعني هاي اكثر تفكيري انه يردون يستعملونها كذا مرة. حلو. انا المستعم ركز على الصينية اللي تحت عورات قلبي الجيلي بدل الكريم كراميل. الكريم كراميل الاخضر. انا شو ما انتبهت حق هالصينيه. هي تحكي وانا عيني في الصينيه اللي تحت. انتبهت والله. هذه طبعا كانت بدايه رمضان الشهر الكريم، كنت مسويه نقصات. اي شلون فكرت فيها؟ اخذت يعني كذا كونسبت، شلون قبل كانوا يوزعون مثلا نقصات في جفير قديم وكذي، بس سويتها بطريقه ايدد ومبتكره. مثل ما عندكم السلة القديمة واحتياجات رمضان حق الناس. حلو. كذي تطرشت حق البيوت. حلو. الحلو انها ايضا البرودكتس اللي عندك منوع ما بين بخور ما بين شوكليت ما بين حلويات. هل مثلا في انواع معينة من الشوكليت ممكن الزبون يختاره او حتى البخور ولا خبرينا عن هاي الطريقة؟ طبعا في امكانية يعني انا احط بعد الانواع اللي تناسب الجميع. بس في امكانيه اذا مثلا الزبون ما عجبه ولا هو متعود على عود معين، بخور معين، تقديم معين، يقدر يبلي وانا الفه. حتى يعني ممكن انه لو عنده هديه وما بعرف شلون اركبها او في شيء في باله اقدر انه مثلا يجيبها لي واركبها بطريقه مناسبه وادسها حق اللي يبي. بالنسبه حق العيديه يعني قبل كم من سنه صرنا نشوف ان العيديه صارت تقدم للاطفال بطريقه مختلفه. صار في حتى فن في تقديم العيديه والاهل صاروا يستانسون بالعيديه وشكل العيديه من برا. كلميني عن تغليفك للعيادي، شنو اللي يميزك عن غيرك؟ يعني انا اذا بسوي شيء مو بس حق العيد، حق اي مناسبه دائما افكر في الايجز، مثلا حق الاطفال، حق المراهقين، حق الكبار في السن. يعني حلو. احط اشياء متنوعه، شنو اللي بيفرح اليهال، شنو اللي بيفرح الكبار. صح. فيعني احرص على هالاشياء ان في العيادي وهالون تكون بعد شيء يفرح اليهال مثل ما يفرح الكبار. اكيد. اي يمكن هند اليوم احنا الوضع مختلف عن السابق، ازمه قاعده تعيشها دول العالم. خلينا نتكلم عن الاجراءات الاحترازيه اللي تقومين فيها قبل لا تطلع مثلا القطعه وشلون توصل حق الزبون. طبعا انا كل قطعي اذا اشتريهم يتعقمون يتغسلون قبل لا يعني احطهم وابرزهم. واذا اشتغل كل يعني حتى اللي يساعدوني يستعملون قفافيز ماسكات. طبعا في هالازمه يعني انا قاعده اتكلم عنها. واذا بيطلع حق دليفري يعني القطعه افضل اني اطلعها مغلفه عشان ما تصير اللمس من داخل. اكيد. حتى الدليفري جاي يكون لابس القفاز والماسك ويسلمها حق الزبون نفس الشيء. حلو حلو. هند كلمه اخيره توجهينها حق مثلا اي واحدة قاعده تتابعنا الحين وتحب هذه الاشغال اليدويه وخاطرها انه يكون عندها مشروع مثل مشروعك. طبعا الكلمه اللي اوجهها حق جيل الحين اللي يبي يشتغل في هالامور، اللي خلينا نقولها بالعاميه اللي في بالكم سووا، لانه ما بتوصون اذا بس تفكرون وبس تقعدون في البيت. وحابه اشكر اهلي كل واحد منهم يعني على مساعدتي في دورهم معين، وشكر كبير بعد حق امي
ومشكورين ان استضيفتوني في البرنامج. تستاهلين، شكرا لك هند، بالتوفيق. شكرا. مشاهدينا كانت معنا اكيد هند التتان، مشروع جميل يستحق ان احنا نسلط الضوء عليه، واحنا دائما وابدا في برامجنا من خلال شاشه تلفزيون البحرين نحب ان احنا ندعم الشباب في مشاريعهم. هذه واجبنا، هذه واجبنا. صح، الله يوفقك، شكرا لك. مشاهدينا ضيفتنا الحين او في هذه الفقره تحديدا فنانه بحرينيه أنا شخصياً أحب تمثيلها، تركت بصمتها في أغلب الأعمال التلفزيونية اللي شاركت فيها، فنانة سلوى الجراش معنا اليوم عبر سكايب. كل عام أنت بخير، عساك من عوادة يا رب. وأنتوا بألف خير إن شاء الله. أرحب فيكم، أول شيء أرحب بالجميلة اللي أنا أموت عليها. أنا بعد وايد أحب سلوى. أنا وايد أحبك. حبيبتي سلوى. انت بدر البحرين. الله وانت بخير. صح، بدر كل الشاشات احنا نسميه. بدر كل الشاشات. سلوى حبيبتي هالسنه لك حضور بدر البحرين. اي والله صدق في كل مكان. الله يسلمك. سلوى هالسنه ما شاء الله لك حضور مميز جدا، يعني في ثلاث مسلسلات. اول شيء مسلسل حكايات ابن الحداد، خفيفه ولطيفه وش حلوه في المسلسل، ومسلسل كأن شيئا لم يكن، وايضا في مسلسل شغف. كلمينا اول عن اختيارك لهذه الأدوار المميزة هالسنة. أول شيء مسلسل حكايات ابن الحداد، كان المفروض أنه ينعرض رمضان اللي طاف بس صار تأخير فانعرض السنة. أما مسلسل وكأن شيئا لم يكن مع المخرج المبدع حسين الحليبي، كان الشغل معاه وايد حلو، وما كنت صراحة يعني جاهزة للدور، بس هو حبرني للدور بنفس الوقت، فكان الشغل معاه وايد حلو وايد مميز. أما مسلسل شغف هذا اللي أنا كنت محضرت له وكنت جاهزة حق الدور، والحمد لله وايد ناس حبوا الشخصية ولقيت يعني آراء وايد حلوة عن الدور. صدق يمكن سلوى تحديدا عن آراء الناس، يعني دورك في مسلسل شغف كان له صدى كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شو السبب باعتقادك؟ أنا أتوقع يمكن لأن سبب الشخصية وايد طيبة، وايد عقلانية، وايد قريبة من القلب، عشان كذي حبوها. وحتى أنا طلعت بلقاء قلت إن الشخصية حسيتها وايد قريبة مني، تمثلني أنا كسلوى يعني. هذه الحلو فيها يعني سلوى ما شاء الله يعني في الطبيعة نفس اللي نشوفها دورها في المسلسل على طبيعة بالضبط. تختار أدوار تشابهها، ما تختار أدوار خيالية أو بعيدة كل البعد عنها. فعلا فالمشاهد لما يتابع سلوى في مسلسل يقتنع يصدقها. صح. فانا حييت صراحه على دقتك وذكائك والاختيار. سلوى في الختام كلمينا عن القادم، هل راح نشوفك في مسلسلات كوميديه الفتره الجايه ولا تفضلين هذا الجو اللي انت فيه التراجيدي اكثر؟ انا احب الكوميديا، احب كل الشخصيات. حلو. بس حاليا انا موجوده ببيروت وقاعدين نصور مسلسل دفعت بيروت اللي المفروض انه كان ينعرض برمضان، بس مع الاسف وانت اوضاع يعني مع اوضاع الكورونا فتاجل العمل لبعد رمضان، فما زلنا قاعدين نصور وان شاء الله يا رب يعجب الناس. الله يسهل اموركم ان شاء الله. ان شاء الله. احنا نشكر وجودك معنا على شاشه تلفزيون البحرين الفنانه سلوى الجراش، كل عام انت بخير مره ثانيه، الله يوفقك ان شاء الله في كل خطوه. ان شاء الله. شكرا لك. شكرا لك سلوى. شكرا لك. احنا بنطلع فاصل سريع وراجعين مع باقي فقرات تغطيتنا، لا تروحون بعيد. مشاهدين عودة لكم من جديد. من أهم الاستعدادات اللي تقوم فيها الناس لاستقبال العيد اختيار ملابس العيد، لكن الوقت الحالي يمكن أصبحت الأزياء أكثر مستوحاة من التصاميم التقليدية القديمة اللي تحمل طابع التراث البحريني الأصيل والمدموج أيضاً بالأزياء الحديثة. واحدة هي من أفضل الاختيارات للعديد من المناسبات اللي يفضلونها أكيد العنصر النسائي. اليوم معنا مصممت الأزياء البحرينية سمية فيصل. سمية صباح الخير وكل عام وانت بخير. صباح النور وانت بخير، الله يخليك.
يمكن الحين الوضع مختلف مع الأزمة اللي العالم يمر فيها، ولكن ما يمنع ان احنا نكون قاعدين في بيوتنا كشخين متعدلين لابسين جلابياتنا. وهالشيء انا دائما اقوله، انت في هالفتره سميه مراقبتك للسوق ولاذواق زبوناتك، شنو اكثر موديل او تصاميم اللي حسيتي ان البنات صايرين يحبونها في البيت؟ طبعا مع تعرفين مع الظروف اللي صارت هالسنه، اي اغلب الموديلات اللي كانت مرغوبه هي الموديلات البسيطه. حلو. كانوا يعني العام كانت الموديلات ثقيله حق عيد الفطر، صح، بس هالسنه لا، يعني ما لو اكثر حق الفساتين البسيطه الجلابيات الخفيفه. اي فشلون انت قدرتي تدمجين ما بين الذوق البحريني وايضا الازياء الحديثه في ان القطعه هذه تكون خفيفه وتلبس بشكل يومي سميه؟ يعني احنا كنا العام ندخل التطريز بشكل اكثر. اوكي. هالسنه لانه صارت القعده في البيت، اي وصار العيد بيكون في البيت، صحيح، فخففنا الشغل على رغبه الزباين. حلو. يعني انا اللي انت لابسته صراحه اشوفه خفيف وثقيل في نفس الوقت، يعني درس داخل قصير بالضبط، حطيتي فوقه هذه البشت يعني دي ينشال، اي فتقدرين تستفيدين منه بطريقتين. بالضبط بالضبط. هاي بعد واحد من الاشياء الحلوه اللي حلو ان الواحده تكون عندها في البيت و تلبسها من وقت للثاني. الاكسسوارات سمية، دائما الاكسسوارات او المجوهرات تحلي القطعه، دائما لكل لبسه في قطعه تحسين تكملها. بالنسبه لك شنو اكثر الاكسسوارات اللي تحبينها، وحق تصاميمك شنو تفضلين ان الزبونه تلبس؟ الذهب. الذهب رقم واحد، الذهب. مثلا اكثر من قطعه، قطعه واحده؟ يعتمد على الموديل، يعني ساعات في موديلات كلش تكون بسيطه، اي فتكملينها بذهب البسيط، صح، بس اذا كان مثلا حق جلوه حق عرس ثقلين، صح، اكيد. بالنسبه يعني لهالفتره هذه او الفتره اللي طافت، خلينا نتكلم عنها اكثر سميه، شلون كانت مشاركاتك في المعارض؟ البنات اللي يونك المحل اذواقهم شلون كنتي تتعاملين معاهم؟ الاذواق تختلف اختي، إيه؟ يعني في عندك على حسب العمر، على حسب المناسبه، فاللي عمرهم في العشرين صح يميلون لك حق اغلب شيء الازياء الاجنبيه، اي بس صاروا الحين يخلطون بين الاثنين، صح، يعني تشوفيهم مثل ما انا لابسه، لابسه فستان بس انه ضايفه عليه طابع تراثي بنفس الوقت. اي عدل. وبالنسبه للذوق الخليجي بشكل عام، هل مثلا انت في مصممات تحبين ان تشوفين هم هالفتره شنو قاعدين يسوون، اختياراتهم للاقمشه، اختياراتهم للالوان، تدرسين السوق مثل ما نقول سميه؟ أنا أختي يعني بالنسبة لي ما عاد مو بأنه في لون معين لازم نمشي عليه أو مثلاً ستايل معين. الألوان خصوصاً إحنا مثلاً فترة العيد، ايه؟ الناس ترغب دائماً حق الألوان الفاتحة، ايه؟ الألوان الزاهية. عن نفسي أحب أن لازم بدلة من بدلات العيد تكون باللون الأبيض، ايه؟ هاي شيء مهم بالنسبة لي كلش. حلو. صح، أن لازم واحدة من البدلات لازم تكون أبيض أول يوم بعد أتراولي أحلى، صح؟ سمية أنت خريجة بكالوريوس في مجال المحاسبة والمال، صحيح، تخصص ما له علاقة بالأزياء، شلون دخلتي عالم تصميم الأزياء؟ أنا من صغري وايد أحب الأرقام وأحب الأزياء، إي فيوم دخلت الجامعة ما كان متوفر مجال الأزياء في الجامعة، فاضطريت أني أدرس المحاسبة المالية، وفي نفس الوقت بالنسبة لي أن الأزياء هي هواية، يعني ما يحتاج تدرسينها، والذوق مهم في هالموضوع. الذوق صحيح، فقدرتي انك تطورين هالشيء. يعني فادني الاكاونتنج، المحاسبه الماليه فادتني في ان انا اكمل المشروع مالي. اي زين، احنا عندنا هنا قطعه معروضه ما شاء الله، قطعه ينن لون الاحمر وطرزه بالذهبي، كلمينا عن هذه القطعه سميه. هذه القطعه حق عروس. اوكي، تستغرق تقريبا شهر ونص تطريز ما شاء الله. اي غير الخياط، مثل ما تلاحظين التطريز صاير بسيط ودقيق، اي فتاخذ وقت عندي وايد، صح، وحتى على اطراف الفستان بعد لاحظنا التطريز. من اللي يرسم هذه التطريز سميه؟ انت ترسمينه؟ اي. وعندك طبعا فني تطريز في المشغل هو اللي يشتغل على هذه القطعه، إيه؟ وقص القطعه اللي قصها مختص. مختص اللي قص غير، واللي يطرز غير، واللي خيط غير. اوكي، واذا جت الزبونه تبي تغير اللون الاحمر، نغير اللون، نغير حتى التطريز، تخفف التطريز، تقصر الطول الديل اللي ورا ممكن يقصر بعد. ممكن. حلو، قلتي شهر ونص، لكن انت تفضلين زبونتك او العروس اللي اتيج قبل بش كثر علشان تقعدين معاها ويكون في بروفا وتدردشون بهذه الامور؟ اقل شيء شهرين لثلاث شهور. نقدر نقول ثلاث شهور على الاقل؟ اقل شيء. تاخذين وقتك.
اليوم سمية يمكن شكرا اليوم سمية يمكن في وايد بنات حابين انهم يتجهون حق تصميم الازياء بس يمكن ما يعرفون شلون يبتدون او خايفين انه يكونون متخبطين او يخافون ان اللي يسوونه يكون مثلا مكرر مقلد في منه وايد كلمة توجهينها حق البنات اللي قاعدين يتابعوننا اليوم ويشوفونك كنموذج شابة بحرينية ما شاء الله عليك وتسوين هالشغل الثقيل ايش تنصحينهم في هذا المجال مجال تصميم الازياء انه يجربون يبتدون شوي شوي يعني انا بديت شوي شوي بعدين انتمي تطور اشوف شنو الاخطاء اللي كنت اخطاها شنو السوق محتاج شنو السوق متطلب فشوي شوي اطور كنت حلو حلو فالواحد شوي شوي مثل ما نقول خطوه خطوه اكيد سمية انا وايد استانست ان انا شفتك ترى اول ما دخلت انا قلت لها وجهك غريب وعارفك قالت لي شي ما كنتي معي في الجامعه فما شاء الله عليك انا وايد فخوره كل الاشخاص اللي يمكن كانوا معي في الدراسه واليوم اشوفهم قاعدين يشتغلون والسوق البحريني فعلا محتاجين اللي مثلك والحمد لله البحرين ولاده الحمد لله شكرا لك سمية حبيبتي تسلمين مشكورين على الاستضافه تستاهلي شكرا لك مشاهدينا اكيد كانت معنا مصممه الازياء سمية فيصل نشكرها اكيد على تواجدها معنا في الاستديو ومن الازياء ننتقل الى المطبخ وشيف مهدي رجعنا يا جماعه اعتقد الريحه كفايه في المطبخ في الاستوديو زين الحين احنا خلطنا كل المقادير اللي عندنا زين في الطبق الموجود هنا او في الجدر ومثل ما انتم تلاحظون يعني هذه القوام اللي احنا نبي نوصل له زين الرز اللي احنا فوحناه طبعا الرز لما تفوحونه حق البرياني لازم تخلونه يكون مستوي تقريبا 70% فالشيء اللي راح نسويه الحين راح ناخذ خلطة البرياني مالتنا ونحاول نخليها تصير مستوية بهالشكل اوكي هني راح ناخذ الرز على مراحل راح ناخذ الرز ونوزعها بهذه الطريقة شوفوا شلون وكل طبعا هني راح نسوي عباره عن لايرز طوابق كل طابق راح تحطون راح تخلون عليه شويه كزبره شويه نعناع وشويه بصل مقلي ونريد نكرر العمليه مره ثانيه حاولوا انتم لما توزعون العيش ان لا احد يضغط على شو اسمه لا احد يضغط عليه على اساس لا يسبب لكم شو اسمه ضغط تحت وبعدين تحترق قاعة الجدر نفس الحركة مرة ثانية شوية كزبرة شوية نعناع شوية بصل ونرد نكرر هذه قبل الأخير قبل المرحلة الأخيرة كذي نفس الشيء زين آخر شيء لما توصلون حق الطابق الأخير نكرر نفس العملية لاحظوا وزعناها بهذا الشكل هني لما احنا نخلي الكزبرة ونخلي النعناع ويا البصل راح نضيف لمسة أخيرة واللي هي اللي يتميز فيها البرياني اللي هو ماي ورد ويا شوية زعفران هاي اللي بيعطيها اللون والنكهة الحلوة مالت الزعفران هني
الطبق الجدر مالنا صار جاهز او البرياني مالنا صار جاهز، راح نغطيه على اساس يستوي 100% وبعدين نرجع حق التقديم. الريحه راحت البرياني ما شاء الله. كان مبخر للاستديو من ساعه ضيفه تقول ما شاء الله ريحه البرياني، قلت لها اي احنا متعودين ضيوفنا ومتعودين. مشاهدينا فاصل سريع ونرجع نواصل وياكم باقي فقراتنا، خلكم ويانا. مشاهدينا مع وجود الضيوف او بدونهم في الوضع الراهن، طاوله الضيافه مهمه في العيد. صدق يمكن ما يكون في ضيوف في البيت، لكن دام الكاميرا موجوده اليوم نقدر نبهر انفسنا ونوصل لغيرنا من الاهل والاصدقاء، نوصل لهم جمال تنسيقنا لهذه الطاوله حتى في اصعب الظروف، او حتى نوصل لهم بالاجواء اللي عندنا اياها في البيت. مثل ما ذكر زميلي بدر، مشاهدينا اليوم معانا امينه حسن صاحبه مشروع الفلور للتنسيق والضيافه، عشان تقول لنا شنو ممكن اليوم ان احنا نسوي في طاوله الطعام او طاوله الشاي. عيدك مبارك امينه وكل عام وانت بخير. حبيبتي عساك من العايدين السعيدين. حياك الله يا هلا. اليوم يمكن نقدر نقول ان طاوله الضيافه او طاوله الشاي او طاوله القدوع مهم ان احنا نجهزها مثل ما احنا نجهز ثيابنا او نجهز اكسسواراتنا، واليوم في افكار وايد نحن نحطها على الطاوله ونسويها. اليوم احنا عندنا كذا فكره، صح امينه؟ وانا يمكن فهمت او عرفت ذوقك من خلال القطع الموجوده عندنا. كلمينا عن هاي النقطه. نقطه التنسيق او القطع بالضبط. قطع التنسيق. القطع الفعليه اللي موجوده، الاواني. هاي القطع كلها من سبيشال هوم، بالذات من كوليكشن ماكنزي تشايلد، عشان انا احس انه هاي القطع اوريدي تبين، يعني هي فيها سعاده، هي مميزه بالضبط. حق الناس اللي يحبون الاشياء المميزه، وهي وايد سهله ان احنا ما نقدر يعني ما تتعبنا في الديكور، يعني خلاص ما تخلي القطعه هي محليه نفسها. صح. اكيد اتفق معك. يمكن يعني قبل الهواء لو المشاهدين تشوفوها شلون قاعده تحضر بحب وحرص، يعني ما شاء الله عليك دقيقه لابعد الحدود. اليوم يمكن صارت الناس ايضا دقيقه، ما تفكر بس في الاكل، يهمها التقديم، الشكل يكون بطريقه جذابه ومتميزه في التنسيق الموجود امامنا. خل نتكلم بشكل عام، ليش اخترتي هذه القطع والالوان تحديدا؟ هي الالوان اخترتها كذي حسب ذوقي انا، اكيد كل واحد يختار شنو يعجبه هو. فاخترت مختلف الانواع، يعني عندنا الذهبيات، عندنا الملونين، وكل واحد يحط في النهايه شنو هو يحب، شنو هو يحب يمثل طاولته. حلو. اكيد نرجع ونشكر سبيشال هوم على هذه القطع المميزه، هاي القطع الجميلة. ومثل ما ذكرتي أمينة في البداية أو يمكن تحت الهواء، أن أنت كنت يعني حريصة على أن كل طاولة يكون لها ثيم أو ستايل معين. القطع اللي عندنا هي الحلوة بالأبيض والأسود اللي فيها الفواكه والورد، الطاولة اللي صوبت فيها قطعة ذهبية وراك أحمر. شلون اليوم أنا لما تكون عندي طاولة في البيت، طاولة تقليدية نقدر نقول ما فيها روح، مملة، شلون أنا أقدر أخليها ملفتة وغريبة؟ بالنسبه لي او يعني كعلم، هو اي شيء تضيفين للورد الطبيعي يعطي روح. صح. الورد الطبيعي يعطي طاقه ايجابيه، يشيل الاكتئاب. صحيح. ضروري ويعطي امل. فاحس ان اي شيء تبين تعطين فيه يعني جمال، خلي ورد طبيعي، خلي باقه ورد طبيعي في النص وخلاص راح تطلع لك الشكل مثل ما انت تبين. صح صح. لو نتكلم على الالوان، اتوقع ايضا لها دور كبير في انها تزيد من الايجابيه، خصوصا في الوضع الراهن. شنو الالوان اللي تفضلين في هالوقت تحديدا ان تكون موجوده على الطاوله، ولا بعد كل واحد وذوقه؟ هو فعلا كل واحد وذوقه، يعني انا ما يصير اقول خلاص يعني انا ما احب البنفسجي مستحيل اسوي تنسيق بهذا اللون. كل يعني طاوله العيد هي تمثل كل اسره، فطابع الاسره نفسها يطلع في الطاوله. صح. شنو تحب ربه. صح. البيت تخليه في الطاوله. بس مؤخرا عرفت المعلومه ان لون الاصفر يعبر عن الفرح. الاصفر ايه مو بالغيره. لا 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 خلينا على الغيره بعيد. والله انا سمعت ان الاصفر، لا والله هاي بعد معلومه. ايه معلومه حلوه. كفروا من القطع الصفراء في حياتكم، كفروا من القطع الصفراء. حتى لو كانت فواكه، لان انا ملاحظه انك انت مداخله باقه فواكه، مسويت لنا باقه. بس هي فروتس،
كلمينا عنها ما قاعدة أشوفها. هذه سويتها الحين علشان شوي بالذات في الوضع الحالي إيه؟ اللي هال قاعد يتمللون إيه؟ فطاولة العيد ما يصير نخص بس الكبار فيها، لازم نخلي شيء فيه حق اليهال اللي يستمتعون فيه. وأتوقع أن حتى مو بس اليهال، يعني حتى إحنا بنستانس عليها. حتى إحنا صح. عشان كذي تعطي تشكيلة حلوة. أكيد. تحسين شنو أهم القطع اللي لازم تكون موجودة على الطاولة؟ يمكن حتى لو كانت بسيطة بس راح تضيف كثير. أتوقع كل واحد وشنو هو عنده مهم يعني. لا قصدي يعني مثلاً فواكه ورد ولا أواني. ولا القدوع نفسه الشاي الشاي لازم يكون موجود لازم يكون موجود. صدق ترى انا عادي اقعد يعني في مكان اهم شيء دله إيه؟ شاي وقهوه موجوده جدا مو هذين نقدر نشوفهم بعد صراحه وايد حلوه الحركه وايد. انت شفت الكوكيز اللي فوق حلو في حركه بعد يسوي نفس الشيء بس على الشكر إيه؟ بعدها فكره حلوه. شو اللي يميز طاوله رمضان عن طاوله العيد امينه؟ وايد اشياء مثلا المشروبات اي المشروبات تتغير عن رمضان والعيد حتى انواع القدوع يعني ما اظن المكرون وايد مرقوب في رمضان كثر صح. ما هو مرقوب في العيد. الاشياء الشعبيه اكثر في رمضان الناس تحبها ورمضان نوعا ما اسهل بعد في التنسيق يعني في القدوع ابسط يكون صح. لو نتكلم عن مشروعك يمكن بشكل اكثر عارفين عن مشروعك متى بديتي فيه شنو اللي تقدمينه حق الزباين شو ممكن حتى يتواصلون وياك؟ بديت شكراً بديت مشروعي في ولادتي هو يعني هو أساس المشروع. شفت إيش كثر صعب التنسيق و يعني مرتي بمرحلة إيه لأني أنا كنت ما أرضى أحد يسوي عني شيء لازم أنا أسوي كل شيء فأنا بكون مشغولة في ذي اليوم صح فمن بيسوي عني؟ فاضطريت إن أنا أجهز كل شيء قبل وعقب أذي الأوادم أنت بتجيب كذي أنت بتجيب كذي فحسيت لا لازم أنا أشيل هاي العبء عن باقي الناس يعني أنا لازم أريح الناس فبديت المشروع وإن أنت لازم تسوينه بنفسك. أمينة كلمة أخيرة توجهينها حق مثلا أي شابة قاعدة تتابعنا اليوم تحس إن هي تقدر اليوم تدخل في هذا المجال ويكون عندها ذوق وذائقة خاصة شو تنصحينها؟ تأمل في نفسها ما تسمع إلا حق صوتها الداخلي تأمل شنو عندها وتبتدي شنو ما تبي من غير ما تخلي أي شيء خارجي يأثر عليها. حلو حلو مشاهدينا كانت معنا أمينة حسن صاحبة مشروع الفلور للتنسيق والضيافة أكيد نشكرها على تواجدها معنا في الاستوديو. شكرا لك شكرا لك. مشاهدينا ضيفتنا الحين الفنانة منى حسين من دولة الكويت الشقيقة وهي معنا أكيد عبر السكايب. نصبح عليك بالخير منى وكل عام وانت بألف خير. صبحكم الله بالخير وكل عام وانتم بخير يا رب وينعاد علينا وعليكم العيد السعيد والايام الحلوه واشوفكم دائما منورين شاشه تلفزيون البحرين. حبيبتي حياك الله. منورة شاشه تلفزيون البحرين. راح نبتدي على طول مع دورك المميز في مسلسل محمد علي رود مع نخبه من الفنانين. خلينا نتكلم عن دورك في هذه المسلسل وشلون تلقيتي ردود فعل الناس عن هذا الدور. أول شيء حابة أسألكم إيش رأيكم بدور موزة؟ غريب ومختلف صراحة ويعني أنا طول الوقت في الحلقة حلقة أمس قاعدة أشوف ردات فعلك ما شاء الله عليك منى تمثلين بعيونك ما شاء الله عليك. حبيبتي أول شيء أنا حابة أشكر الجمهور الكبير اللي تابعني وحب موزة وإن شاء الله يا رب أكون قد ثقتهم وأكون راقية بالقدر اللي أم يستاهلون إن يشوفونه على الشاشة الصغيرة. موزة من الشخصيات الجداً صعبة اللي ما تخيلت بيوم الأيام إني ممكن أأديها بهالطريقة. فأساس حبي لموزة هو اللي خلاني أقدمها بمصداقية. الجمهور كله حبها لأن هي صدق كانت صادقة من داخل. طبعاً موزة تمر بحالات نفسية عدة. الأولى الغيرة من أختها لأن دايماً كانت تحس أن أمها وأبوها يهتمون فيها أو خواتها الاثنين الصغار لأن تدرين مدللين دايماً الصغار والكبيرة دايماً هي اللي شايلة البيت وهي اللي يكون عليها المسؤولية الأكبر. بعدين شفنا أن موزة مع الحلقات كانت على كثر ما هي أجمل خواتها بس كانت دايماً ما عندها ثقة بنفسها وتدور شريك حياتها. هذا شغلها الشاغل دائما كان تقريبا 21 حلقة برمضان لين اختارت اختيار سيء نفس ما احنا شفنا ودارت الأحداث
بشكل ما كان يحب انه يدور بهالطريقة، لانه طبعا مثل ما قلت لكم الاختيار السيء يخلي الانسان دائما حياته سيئة يعني. اكيد ما في شك. منى شلون شفتي اكيد تمثيل في مثل هذا النوع من المسلسلات، خصوصا يعني انها اول مرة لك نقدر نقول؟ التراثي شغف منذ الصغر يعني، انا دائما كنت اتمنى اني اقدم مسلسل تراثي. هذه مو التجربه الاولى، هذه تعتبر الثانيه، لكن الاولى ما كان حالفني الحظ بدور قوي وكبير نفس موزة بمحمد علي رود. الحمد لله نصيبي، وانا يعني اعتبر موزة نقله لحياه الفنيه لمنى حسين. أكيد. مو بس ان عمل تراثي لا، حتى سنوات العمل كاملة موزة تعتبر نقلة كبيرة فنية لمنى حسين. صحيح. حلو. صحيح. العمل التراثي مهم، الناس وايد تحب تشوف زمن يمكن ما عاشت فيه، وبالذات لما يقدم بشكل مدروس ويكون في كم هائل من هذه النجوم الصادقة في عملها وفي أدائها، وتقدمه حق الجمهور بشكل حلو ويتقبلونه وتقدم فيه مواضيع مهمة. أكيد. نعم. يمكن منى أنا هذه النقطة تحديداً أبي أقف عندها، يعني المسلسل عرض أكيد عبر شاشة تلفزيون البحرين وحقق نسبة مشاهدة عالية، يعني من بعد هذه التجربة هل تفضلين تشاركين في هذه المسلسلات التراثية أو الدراما اللي تعبر عن واقعنا الحالي؟ يعني تعتقدين اليوم الجيل اليوم الحالي بتابع التراثي؟ بالعكس، أنا قبل ما أقدم محمد علي رود كنت وايد خايفة من هذه النقطة، يعني أن التراثي كان يعني فكري أنه يمكن جيل معين اللي يتابعه. نعم. لكن الحمد لله بعد ما قدم العمل لاحظت أن حتى الأجيال الجديدة الصغيرة وايد عندها شغف أن تعرف شنو كان فيه بالماضي، شلون كانوا عايشين، شلون كانت حياتهم. حلو. بالذات أن محمد علي رود قدم حقبة وايد قديمة، 1940، يعني وايد وايد قديم. صحيح. ما كان في كهرباء، كانت الحياة جدا قاسية، ما كان في أشياء متوفرة، فشون الناس هذه كانت عايشة؟ بالذات إن الجيل الحديث عايش ما شاء الله عليه يعني في رفاهية عالية وكم من التكنولوجيا اللي خيالنا ويمكن للحين ما قدر يوصل لنهايتها. فبالعكس أنا يشرفني، بس القادم إذا بيكون تراثي أو غير تراثي لازم يكون مختلف. أنا إن شاء الله راح أشتغل على نفسي أكثر، ومحمد علي رود وموزة بالأخص طلعت داخلي أشياء أنا ما كنت أدري إن هي موجودة، يعني أمانة اكتشفت داخلي إن أنا فيني شر ما أدري من وين طلع هالشر. لا أكيد كله تمثيل وبذرة الخير موجودة أكيد فيك يا منى. منى أنا حابة أعرف، يعني بما أن أنت ذكرتي شغلة مهمة، قلتي أنك أنت اكتشفتي جوانب نفسية ما كنت تعرفينها عن نفسك، وظهر هذا الشيء أثناء تجسيدك لشخصية أو دور موزة في مسلسل محمد علي رود. أنا بتكلم عن الأعمال القادمة، هل تحسين الفترة الجاية أو الأعمال الجاية راح يكون صعب أنك تختارين فيها؟ طبعاً أكيد، الوصول لمرحلة نفس اللي أنا وصلت لها الحين الحمد لله، يعني أنا وصلت لمرحلة من ردود الأفعال جدا جميله، فما ابي اخذ الجمهوري، يا اكون مستوى اعلى او لا. اتمنى لك ان شاء الله كل التوفيق. نبي منك كلمه اليوم حق شعب البحرين اللي يتابعونك عبر هذا اللقاء. اول شيء الشعب البحريني شعب غالي جدا قلبي، وانا الحمد لله تربطني صداقات جميله مع كثيرين من البحرينيين. انا البحرين هذه تعتبر ديرتي الثانية، أو نقدر نقول الثالثة بعد الكويت، أنا الأولى المصرية والثانية الكويتية، وأكيد الثالثة البحرينية. أنا من عشاق البحرين، وإن شاء الله يا رب تفك هذه الغمة عن هالأمة، عشان أول زيارة راح تكون عقب القاهرة إن شاء الله البحرين. والله لي شرف يعني. بإذن الله. بإذن الله. كل عام وأنتم بخير جمهوري البحريني الجميل، القلب الطيب، الكرم اللي ما شفته بحياتي غير عندكم. أحبكم جداً، وشكراً لتواصلكم، وشكراً لكل الكلمات الحلوة وردود أفعالكم اللي كانت على دور موزة محمد علي رود. أتمنى أني أكون قد الثقة، والقادم رح يكون إن شاء الله لكم شيء أجمل
راح اتعب علشان انتم تسعدوني. شكرا لك منى، كنت معنا اكيد على الهواء عبر السكايب من دوله الكويت الحبيبه. شكرا لك، كل عام وانت بخير مره اخرى. وانتم بألف خير يا رب. احنا بننتقل للمطبخ مع الشيف مهدي ونشوف الشكل النهائي حق برياني الربيان. جاهز؟ ما شاء الله. انزين، طبق البرياني صار جاهز. انا طريقه التقديم اللي اسويها شوي مختلفه، يمكن في ناس تسويها بهذه الطريقه وفي ناس بس تنشب مره واحده. انا لا، انا احب ان الشكل النهائي حق الطبق يكون شيء راقي. فش نسوي؟ مثل ما احنا خلينا طوابق من الرز ويا الخلطه مالتنا، راح نشيل الطبقه اللي فوق على جنب كذي، شوفوا ليش؟ لان هذه الطبقه العلويه تكون احلى شكل، فرق بينها وبين الطبقه التحتيه. فالحين ننشب البرياني بهاي الطريقة. راح ننظف القفشة مرة ثانية. السبب ان انا سويتها على مرحلتين على اساس ان الشكل النهائي يكون حلو. شوف شلون. هذا هو طبق البرياني، نعطيه اللمسة الأخيرة حق الطاولة بعد لازم. على حسب الرغبة. على حسب الرغبة أكيد. وهذا البصل، وأعتقد أن الطبق بروحه يتكلم عن نفسه، ما يحتاج بعد. أكيد. ما يحتاج شيف. هذا هو طبقنا حق اليوم. بألف صحة وعافية، وانت خليك واقف هناك، مو حزتك الحين. شكرا لك شيف مهدي طاهر، اكيد نشكرك على جهودك معانا دائما وابدا، يعطيك العافية. الله يسلم يدك شيف. فاصل سريع، يلا فاصل نرجع نواصل وياكم. عودة لكم مشاهدينا، متواصلين معاكم في تغطيتنا المباشرة في الفترة الأولى من ثلاث أيام العيد. حابين نشكر حلويات قدوع، حلويات مروج المحرق، وشقرة للقهوة العربية اللي صراحة ما قصروا ويانا، محلات نوال، كافي بلانكو، حلويات سعد الدين، حلويات الخلود. دائما يعني ما ينجح البرنامج إلا مشاركاتهم ويانا في صحيح. كل مناسبة، ودائما كريمين معانا، ودائما ما يقصرون، ودائما يطرشون لنا من الخير ما شاء الله. وأنا أحب أيضا بعد أشكر أتيليه المصممة كبرى القصير، بدلاتي الثلاث، شكرا شكرا من كل قلبي. وأيضا أشكر الميك أب أرتست نجاح الشيخ ومصففة شعري فاطمة عوة. العيد وايد مهم فيه القدوع بدر. أيوة. مثل ما برنامجنا يكون حلو فيه القدوع، ايضا العيد حلو بالقدوع، الشاي والقهوه. قبل شوي تكلمنا يمكن عن تنسيق الطاوله، لكن الحين راح نتكلم عن نوعيه القدوع اللي ممكن يكون مع هالتنسيق. اليوم معنا ايمان حسين، صاحبه مشروع دولتشي باي ايما للحلويات والموالح. حياك الله ايمان، كل عام وانت بخير. انت بخير وصحه وسلامه. حياك الله. طبعا يعني انت من الشخصيات الملهمه اللي قدرتي ان ترتقين بمشروعك وتطورينه. يمكن ذكرتي قبل شوي ان اول مقابله كانت في 2012 في هلا بحرين، كان مجرد مشروع. شلون حققتي هذا الشيء؟ شلون طورتي خلال السنوات؟ والله كانت فكره، بعدين شفت الموضوع يعني بدا يصير حلو. يعني يحتاج أول شيء صبر، إرادة، تحتاج أنك تطور من نفسك علشان تكون نفس ما قلت شخصية ملهمة.
حابة يعني أوجه كلمة حق اللي عندهم مشاريع صغيرة، خلوا عندكم هاي الإصرار اللي يوصلكم للنجاح، تحققون طموحاتكم أحلامكم، شيء حلو. التجديد أتوقع أيضا ضروري بين فترة والثانية عشان الموضوع المشروع ممكن يستمر. إيه يعني كل ما تطلع بأفكار حلوة الناس تقول والله الشهر اللي راح خذينا من عندها شيء، الحين الشهر دي أحلى أفكارها بدأت تطلع أحلى، تمت تضيف نكهات توبينجز هاي الأشياء، يطور من المشروع حتى يعني ما يصير شيء بورينج. أكيد أكيد صح ما في شك. 2020 سنة مختلفة مثل ما قلت، يمكن أنت بديتي في سن مبكر في وقت يمكن حتى هذه المحلات ما كانت موجودة واي في البحرين، وكلهم يمكن كانوا مشاريع منزلية. شنو جديد وكنتي من ضمنهم صحيح، شنو جديدك هالسنة إيمان؟ جديد السنة إن شاء الله كان اللي هو قدوع العيد بفكرة مختلفة، خلنا نقول إن أنا كنت مشروع منزلي. أنا للحين محافظة على ذي الشيء رقم امتلاكي لمحل حلويات. طبعاً كل محلات الحلويات عندهم معمل في المحل، أنا خليت معملي في مطبخ خارجي في منزلي. حابة يعني أخلي مثلاً الناس ما يقول الشغل نسويه منزلي، ما بشيء تصنيع محلات. ليش؟ الناس رغبتهم بشيء المصنوع في البيت. خلنا نقول الحين ويا وضعنا الجديد، الأوضاع العالمية اللي إحنا نمر فيها، الناس يهتمون في النظافة، في التعقيم. صار عندنا ناس ما يقولون سلامة السلامة والصحة أهم شيء. مثلاً في تسليم الطلبات، لما نطلع نسلم الطلبات خارج المعمل نفس ما احنا يعني ملتزمين قيادات ملتزمين اللي هو بتوجيهات قياداتنا الرشيده باغلاق المحل تسليم الطلبات خلال خدمه التوصيل او خارج المعمل. حلو. لما نطلع خارج المعمل نسلم الطلبات طبعا القفازات الكمامات تتبدل على طول، فهاي الشيء رفع عندنا مستوى الانتاج. حلو يمكن هذه الخطوه كانت في صالحك ان معملك يكون عندك في البيت تصرفين عليه بنفسك وتتاكدين من نظافته. عزز ثقه الكاستمر فيني، يعني احنا نشوف في منطقه مثلا المحرق صرنا نوصل لكل المناطق في البحرين، حتى مندوبين التوصيل عندنا ملتزمين بالكمام والقفاز وهي الاهم. حلو، لو نتكلم عن النماذج الموجوده معنا اليوم في الاستديو. عندنا قدوع العيد اللي الناس يحبونه كل سنة، بس على أشياء متجددة. مثل الموالح حطينا فيها مثلاً الورق عنب، حركات كذي صغار إنه يكون وان بايتس يعني. الرنجينة المتعارفة في البحرين خلاص أحسها صارت شيء بورينج، سويناها رنجينة لوتس، الصغار يحبونها الكبار يحبونها وشيء متجدد غير. بما ان اوضاع ان الناس ما قلنا هالسنه شوي غير وكورونا وغير وغير، فقلنا خلينا نقلف المكسرات. لو صار في تجمع عائلي الناس اللي احنا متاح لنا خمسه افراد او شيء عندهم اوبشن من المكسرات، كل واحد ياخذ البوشن ماله بس يكون مقلف. للحين احنا في السلامه اللي هو اهم شيء. حتى الشوكليت قلفناه السنه. حاولت السنه ان شاء الله ادخل في قدوع العيد انواع الشوكليت مع الفريش فروت، يعني بدل ما تكون كلها حشوات اعتيادية حطينا فيها كيكة الليمون بالبيري بس هي شوكليت. حلو، أفكار غريبة ومكونات مختلفة. لكن شنو أكثر صنف يمكن هو الأكثر طلباً عندك؟ وإذا بنرجع حق قبل، أنا بعرف شنو أول نوع بديتي تنتجينه؟ سينابون. سينابون على طول الجواب من غير تفكير كان سينابون. إيه الحين السينابون عندي صار على حشوة شوكليت، صار على حشوة شيرلز. وايد يعني شوفي الخبرة تصنع صح؟ صح أكيد. على مدى سنين أنت قاعدة تشتغلين يوم بيوم، تبين تطورين الشيء اللي قاعد أنت تشتغلين فيه. فالحمد لله قلنا خلنا نجرب نحشي داخل شوكليت يتقلب صار شكله اللون مرتب. يعني شفت في يعني الناس ما يقولون الكاستمر حابين هاي الشيء، حابين التجديد اكيد، يعني يشجعوني ترى الكاستمر في تواصل بيني وبينهم مباشر، ايمان قاعد تسوي لنا شيء حلو، هاي شيء وايد 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 يشجعني اني ابدع لهم اكثر. الحمد لله. انا هذه النقطه ابي شوي اوقف عندها، ان نفس ما قلت تجديد وايد ضروري. ايمان محلات الشوكولات والحلويات والتوزيعات مالية الديرة، يعني اللي هو الواحد شلون يقدم شيء مبتكر. أنا بتكلم عن معمل التجارب مو معمل الطبخ، على مين تجربين إذا بتسوين شيء جديد؟ تاخذين أو يعطونك الكلام بصراحة ولا يجاملونك تحسين ساعات؟ قبل فترة الكورونا كنا مضغوطين بالطلبات يومياً، لأن في مناسبات بس ما نقول لها لوكيشنز أعراس مني مني.
إنزين الحين صار عندنا شوي الإنتاج أقل، يعطيك فرصة ترى شيء حلو إيجابي، يعطيك فرصة إن مثلا بدل ما أنت قاعد تطلع شيء يوميا ستاندر نفسه قاعد تطلعه بشيء جديد. مثلا الفتشة هاي اللي صارت عندنا قاعدين نستقلها، إنه مثلا خيبوا هاي الأقراض اللي كنا نسويها مثلا قبل شوكلت، يبوا نضوق أشياء فيه، مثلا نحط نقول إذا هو كان شوكلت أوريو شعيرية نسوي شوكلت مع بسكوت ثاني ترى طلع حلو، سوينا شوكلت مصنوع من حلاوة قهوة الصباح المعروفة في البحرين، حلاوة الطيبين ترى وصلنا لها على شوكلت. أجيب عاملاتي أقول لهم قعدوا وياي الانجريدينتس قدامنا خلنا نضوق خلنا نجرب ونصور، أحط بوست وقت الشغل في الانستغرام الناس يشوفوني وأنا أشوف يعني الكومنتس عندهم إيمان حلو إيمان واصلي نبي ترى اللي سويتيه نبني نجرب إذا نضوقه يعني هل في منه بيع فوري؟ أقول لهم حياكم وعطوني رأيكم اشتبون نضيف، فصار شيء وايد حلو هاللون، يعني التواصل مع الكاستمر هاي شجعني إني أبدع أكثر. حلو حلو. يمكن في هذه الفترة في محلات كثيرة ما عرفت شلون التصرف في ظل هذه الأوضاع، أو ما عرفت شلون تخلق نقدر نقول حلول بديلة. يعني في بداية اللقاء ذكرت شغلة مهمة، النظافة، بناء الثقة بين العميل وصاحب العمل، التوصيل وهذه الأشياء. أنا ما بي منك نصيحة كلاسيكية أو نصيحة قديمة، أنا أبي شيء يعني يتماشى مع هذه الأوضاع حق أصحاب المشاريع اللي قاعدين يتابعونا اليوم. إنزين خلنا نفس ما قلت لك، أول شيء خلنا نتكلم عن الأوضاع اللي إحنا فيها من الناحية السلبية. السلبية إن السبلاير اللي في البحرين الحين عندهم بعض الكميات الخامات نفذت، فلما بتكلمين مع السبلاير اللي برا البحرين اللي أنا أتعامل معهم حتى هم عندهم نفس الأوضاع اللي عندنا، فيصير صعب في التوصيل. شو اللي بنسوي؟ نستخدم الخامات الموجودة في مملكة البحرين. الحمد لله مملكتنا ما شاء الله موفرة لنا وايد أشياء، صح، بس لما إحنا نشتغل في خامات معينة موجودة برا نلجأ للمتوفر. إنزين الحين كأصحاب مشاريع توهم مثلاً بودين متعلمين مثلاً على سبلاير من برا، أهلاً أقول لهم لا ترى تقدرون تستخدمون كل شيء موجود عندنا، خلوا الكورونا فرصة لكم للإبداع. صحيح. الحين الناس كلهم في البيت، يعني نمشي على شعار خليك في البيت وإحنا نوصل لك. أكيد. اللي هو هاي السيفتي أكثر شيء. استغلي ذي الشيء، نزلي مثلاً برودكت جديد، سوي له ماركتينج. ما شاء الله الحين المندوبين كلهم مستعدين يخدمون ديرتنا ديرة البحرين بالتوصيل. وصلي لأكبر عدد ممكن، باكر مع انتهاء أزمة الكورونا بتكونين ضمن أول لائحة للطلب. ليش؟ فلانة قبل الكورونا ما كان عندها شيء، الحين تقدر تنتج أكثر، باكر أول مناسبة بيطلبونها. أرجوكم تتابعون كلامي اللي أقوله لكم، ترى في البداية أنا كنت هاللون أحتاج أن أوصل فكرتي، فعلا وصلتها. الحين أنا محل تقريبا صار لي 10 سنوات، 10 سنوات من سلم النجاح الخطوة بألف، بس الحمد لله قدرت أوصل. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. مشاهدينا كانت معنا إيمان حسين صاحبة مشروع دولشي باي إيما للحلويات من الموالح، كنا نشكرها على تواجدها معنا وكل عام بخير مرة ثانية. حب سلامة يا رب. شكرا. مشاهدينا ضيفتنا الحين هي الفنانة إيمان جمال من دولة الكويت الشقيقة ومعنا عبر السكايب. صباح الخير إيمان وكل عام وأنت بخير. حياك الله ويانا إيمان. يمكن طليتي علينا في شهر رمضان في عملين دراميين يعني كانوا يعرضون على شاشة تلفزيون البحرين، مسلسل شغف، مسلسل كأن شيئا لم يكن. خلينا نتكلم عن دورك في المسلسلين بشكل عام، واليوم شلون تقيمين مشاركتك في هالعملين؟ أول شيء أوجه لكم تحية وكل عام وانتم بخير، مثل ما قلت لكم تقبل طاعتكم، وكنت أتمنى أكون معاكم بالاستديو لكن أنت عارف الأوضاع وكورونا، وإن شاء الله يا رب الله يعديها على خير. آمين. أولا مسلسل شغف إحنا صورناه قبل الأزمة. أوكي. الحمد لله قدرنا نخلصه قبل كل شيء، لكن مسلسل كأن شيء لم يكن دش شوية بظروف صعبة على نفسيتي. أنا كانت عندي وفاة والدي، فالمسلسل هذا من المسلسلات والأعمال اللي أنا اشتغلتها اللي مستحيل إني أنساه. كانت تجربة جدا جميلة وطلعت الحزن اللي فيني حولته إلى نجاح. كانت تجربة جدا جميلة مع الأستاذ حسين الحليبي، أوجه له تحية.
مخرج عرف ياخذ اللي يبي مني في 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 المسلسل وقدر يطلع من هالحزن نجاح ولله الحمد. حلو. يمكن الشخصيات اللي مثلتيهم في المسلسلين إيمان يعني كانت من الشخصيات المعقدة شوي، هل أثرت فيك هذه النوع من الشخصيات أثناء التمثيل أثناء العمل أو حتى بعده؟ لا ما أثرت فيني، لأن فيني سياسة نفس شوي أنا أتبعها مع نفسي أني أحاول أفصل ما بين الشخصيات، لأن شخصية شغف شخصية معقدة سايكو، فكان لازم الحوار يكون بس بالفم يطلع من غير أي رياكشن ويه، من غير أي معالم رياكشنات ويه، من غير أي ملامح. أما بالنسبة حق مسلسل كأن شيئا لم يكن، فهي إنسانة بنت مقعدة، نعم أوكي، تعاني مع زوجها من النقص اللي هي كانت قاعدة تشعر فيه أو تحس فيه، فحاولت أني أفصل ما بين الاثنين، وأنا نفس ما قلت لك عندي سياسة أني أفصل ما بين الشخصيات عشان لا تأثر على شخصيتي الحقيقية اللي هي إيمان جمال. حلو. إيمان، في شهر رمضان كان لك ظهور بارز عن طريق البث المباشر في إنستغرام، خبرينا عن ردود فعل الناس شلون شفتيها؟ والله أنت عارف كان رمضان ما عندنا شيء، قاعدين فلايف مرة عن مرة عن مرة، لا كان في تفاعل آخذ مع الناس، ممكن ساعات أعصب عليهم، ممكن ساعات تلاقيني طلعت لهم هادية، ممكن ساعات تلاقيني أعطي بلوك بعدين أشيل البلوك على طبيعتك. على طبيعتي، هذه أنا في كل حياتي، سواء في شغلي في لوكيشناتي في كل مكان، هذه أنا إيمان جمال، ما أحب أغير من نفسي أو أني أنا آخذ ديكور وهو مو ديكوري. حلو. إيمان، كلمة أخيرة حابة توجهينها أو تقولينها بهذه المناسبة؟ أولاً الله يعطيكم العافية على المجهود اللي أنتوا قاعد تسوونه مع الفنانين اللي سكايب والتعب والدنيا والمناقشات، الله يعطيكم العافية. الله يعافيك. ويا رب إن شاء الله تعدي هالأزمة على خير ونرجع نلتقي مرة ثانية بأحبابنا وزملائنا، ويا رب بإذن الله إن شاء الله تنفتح الطرق والطيارات والدنيا عشان نرد حق حياتنا على الأقل الطبيعية يا رب. إن شاء الله، آمين يا رب. الفنانة إيمان جمال كنتي معانا عبر السكايب، كل شكر لك وعساك من عواد يا رب. مشاهدينا، السنة كل شيء لطابع آخر، حتى العيد يمكن صارت ملامحة مختلفة، ولكن هذه الاختلاف بحد ذاته خلق متعة وحسسنا أن احنا نقدر نفرح ونضحك ونستانس ونقدر نبدع بعون الله مهما كانت الظروف. ودام يمكن تكلمنا عن الإبداع، لابد أن تكون لنا وقفة شعرية مع الشاعرة البحرينية المبدعة الأستاذة هنادي الجودر. كل عام وانتي بخير ومنورتنا في الاستديو. صباح النور وصباح الورد، وعيدكم مبارك، ويا رب ينعاد علينا جميعا عيد رمضان المبارك بالخير والحب والسلام، وفي حال أفضل من هذه الحال إن شاء الله يا رب العالمين. يا رب. يعني إحنا إذا بنذكر شعراء البحرين، هنادي الجودر من الشعراء الأوائل اللي دائما وأبدا يعني كلامك حلو وجميل وفي رومانسية وفي حنية، حتى لو كان الوضع يعني مو بعدل، ما أحب أقول أزمة نضطر أحيانا نقول، ولكن لازم أحيانا الشاعر سبحان الله شخصيته تطغي على كلامه، تطغي على كتاباته. الأوضاع هذه اللي حين إحنا قاعدين نمر فيها إن شاء الله في يوم من الأيام راح تكون من الماضي بإذن الله، وراح نتكلم يمكن بطريقة ما تدرين، يمكن نفتخر بالأمور سويناها في هذاك الوقت، بنكون إحنا فخورين بأشياء قدرنا إن إحنا نتجاوزها، وأكيد هالشيء في نفس الشاعر أيضا يكون مختلف تماماً إذا توافقين الرأي أستاذة. بالتأكيد بالتأكيد. طبعا المرحلة اللي إحنا نمر فيها لابد وإن هي بصير ماضي بإذن الله. فالماضي دائما يرتبط عندنا بفكاهة، يعني فخر بإنجازات تم عملها، هذه بيكون مصير البحرين والبحريني بعد انتهاء أزمة كورونا، وهي أزمة وبتعدي حالها حال أي شيء في الدنيا، يمشي الفترة أو يعني يحضر لنا الفترة وبعدين يمشي بإذن الله. إن شاء الله. أثر عليك الموضوع، خلاص تكتبين شيء؟ والله كتبت أشياء بس أنا تفاجأ بها. طبعا كتبت أكيد، خلني أسمعكم شغلة. إي والله يا ريت. عن كورونا، هو يعني كانت كلها مرتبطة باللي هو التزام البيت و حلو، وأحب أني أنا أسمعكم بعضها. إحنا دائما نقول هذه الوضع يعني أثر على الناس، يعني نفس الضيوف اللي كانوا ويانا، كل واحد تكيف مع الأزمة اللي تمر بالعالم، ويمكن استغلها بشكل إيجابي. بشكل إيجابي أكيد، توقع في جميع المجالات سواء كان مغني ولا ممثل ولا صاحب مشروع، لابد أن ترك أثر عليه إيجابي أو سلبي بأي شكل من الأشكال. بالضبط.
والله ما مو قدام. زين ما عليه، بنعطيك وقت تدورينا. خلينا نتكلم رمضان شلون كان هالسنه وانتي في البيت، شلون قضيتي رمضان؟ يمكن تواصل لما قلت، شلون اثر عليك هالشهر؟ رمضان السنه مختلف تماما عن كل اشهر رمضان اللي مرت علينا في حياتنا. المختلف فيه انه حياتنا العاديه تغيرت، فبدل ما كانت لما يعني من بدء الفطور لنهايه يعني قبل نروح للنوم، هو احنا نكون مرتبطين باهلنا باصدقائنا بفعالياتنا اللي نحضرها. صحيح. السنه ذي مختلفه تماما، وانا اشوفها يعني لحد ما ايجابيه. لان هي يعني غيرت لنا اسلوب حياتنا. صحيح. مو غلط ولا عيب انه يتغير، بالعكس انا اعتقد ان هذه بخلينا نرجع مقبلين على الحياه اكثر، وبنكون فرش اكثر. اكيد باذن الله. نطوي صفحه ونفتح صفحه مثل ما يقولون. طبعا إيه؟ طبعا هي حياتنا كلها صفحات، تروح صفحه وتجي الاخرى. فلذلك اعتقد ان رمضان ذي كنا اقرب الى الله فيه منه، يعني كان في مجال ان احنا نمارس عباداتنا بشكل يعني بدون ما يكون ورانا شيء احنا مستعجلين علشانه، فكان في ارتباط بينه وبين ربنا بشكل اكبر، وهذه يعني ايجابيه كبيره بالنسبه لنا. اكيد ما في شك. ويمكن من ضمن الايجابيات استاذه هنادي ان حتى اليوم الاباء والامهات صاروا ملمين بالتكنولوجيا، يعني اللي ما كان يعرف يستخدم التليفونات والالواح الذكيه اليوم صار ملم بهذا الشيء. مكالمات الفيديو، كم مكالمة فيديو سويت الفترة اللي راحت؟ والله كثيرة، لأن احنا ما قاعدين نتواصل، يعني قاعدين في البيت. صحيح. فيعني عندي خواتي، عندي أصدقائي وصديقاتي، على طول مكالمات فيديو بين وقت وآخر. يعني أنا أحاول في هالفترة أن شوية أستفيد منها، أن أكون بعيدة. أحياناً نحتاج للعزلة. صحيح. وحتى نعيد ترتيب دواخلنا، نرتب ذواتنا. فكانت انا اشوفها فتره جدا ايجابيه، مريحه، وايد مريحه يعني. اي كانت اريح من اي فتره اخرى مرينا بها، وهي تجربه جميله. كل التجارب اللي تمر بنا سواء كانت يعني مؤلمه ولا فيها نسبه من الجمال. صح. وفيها نسبه كبيره من الفائده. اكيد. فالحمد لله. الحمد لله. اليوم يمكن ايضا مع الظروف اللي يمر فيها العالم، كثير من الناس يمكن استغلوا منصات التواصل الاجتماعي. خلينا نتكلم عن هذه النقطة تحديدا، تحسينها كانت إيجابية لهم؟ والله هو منصات التواصل الاجتماعي فيها الجانب الإيجابي، فيها الجانب السلبي. يعني الناس اللي عرفوا يستغلونها بشكل جيد، يعني يمكن تابعتوا أنت واللايف اللي يبثونه عبر الانستغرام، وايد من أصدقائنا وصديقاتنا استغلوا اللايف وقعدوا انه هو ليليا يكون عندهم برنامج معين، اشكال معينه، كل واحد حسب اهتمامه وحسب مثلا تخصصه. صحيح. يعني انا كنت باعتبار محاميه طبعا، كنت على صله بمجموعه المحامين، هي جمعيه المحامين البحرينيه. في كانت عندها فعاليات متواصله، احيانا كان مع يعني بالتعاون مع جمعيه المحامين الكويتيه، فهني كان لي تواصل وحضور. احيانا بعض الجمعيات النسائيه فاحضر واتبع اللي يقول، يعني كانه ما غبنا عن المجتمع بشكل عام، لانه هو كان ذي شكل من اشكال التواصل المجتمعي. صح. بدل ما نحضر بشكل جسدي فعلي صرنا نحضر من وراء الشاشه. بالضبط. صحيح. اكيد استاذه، في اللي ما زال يفضل الطرق التقليديه في النشر، لازم حالات الشيء يكون مكتوب على ورقه ومكتوب بقلم، وفي اللي اليوم لا، اتجه للسوشيال ميديا، كل شيء صار مسجل في السوشيال ميديا، انستغرام، يوتيوب الى اخره. استاذه هنادي الجودر، شو تفضلين وش تشوفين الوضع حاليا؟ هل هو صحي ان الشاعر ارتبطت كتاباته بالتكنولوجيا؟ والله انا استعمل الوسيلتين. حلو. يعني احب الوسيله التقليديه ومرتبطه، وعندي ارتباط جميل بها، لاني احب الورقه واحب القلم واحب الكتاب. فيعني مو حارمه نفسي من هذا الجانب، لكن استعمل الوسائل الاخرى التكنولوجيه، وهي مهمه، يعني لازم اواكب العصر اللي انا عايشه فيه. بالضبط. فيعني عندي موقعي على الانستغرام وفي متابعين جيدين له، وانزل كل مثلا او معظم الاشعار اللي اكتبها. يعني هو هني بعد انت تبي تنتبه حق مساله حفظ الحقوق، حقوق الملكيه الفكريه. صح. لان هني في محاذير كثيره في التعامل مع السوشيال ميديا. صحيح. يعني احاول اوازن بين هذه وبين ذي، لكن ما ببعيده عن الجانبين. صحيح.
احنا حديثنا متواصل وياك بس يعني انا اتوقع اي نسمع شيء ما بنفوت ييتك شيء تحبينه من كتاباتك استاذه احبته من قصيده عاديه يعني اقول مدري منين اجتاحني صمت داكي أو ليش مندوب الحزن زاروا حي وجناتي وعيون الأماني تباكن واحتاجني وجه الكلام وتريه الحب غرسن في حشى القلب ماكن كل ما بغيت أقطعه بإصرار عي أعيش به وتنفس هواه لكن أموت من ظلمه وحكمه علي وأقول بفارقه وانساه واكن شوق الحنايا في ربوع ثريا لكن ينازعني حنين المساكن اللي حضنت ايده في راحت ايدي ويعصف حناني بعد ما كان ساكن ويثور من فيض اشتياقي حمية ارجع الوذ بساحة المبتدا كن غير هالبيتين ما عندي شيء كل عام وانت داخل القلب ساكن من سدرة احساسه تذوقه تفيا والله احبك يا ضياء الاماكن حب يرد الروح ويضوي البحيه الله 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 يضوي البحيه صح لسانك يعني احنا قاعد نسمع مبتسمين يعني عشنا حاله الحب صراحه عايشين والله ما اعرف شنو السر هو الالقاء الكلمات شفت تعابير وهي تلقي القصيده احنا بنتغزل فيك مو عارفين شلون هذه يعني من دواعي سروري والله نبي نتغزل فيك ومو عارفين من وين نبتدي ما شاء الله عليك استاذه هنادي يمكن تكلمتي عن التواصل من جانب المحاماه خلينا نتكلم عن تواصل انتم كشعراء اليوم كيف تتواصلون مع بعض في هناك تواصل بينكم بين بعض عن بعد اي طبعا في تواصل يعني شوف هو وسائل التواصل الاجتماعيه وايد لها دور في ان احنا نروج لنا لأنفسنا كشعراء يعني على صعيد الشعر أكيد فمثلاً في سناب في متابعين أكثر ومعظمهم شعراء فإحنا بيننا وبين بعض تواصل بحيث أنه هو جديدهم يوصلني وجديدي يوصلهم من خلال السناب أو من خلال الانستغرام أو من خلال مثلاً فيسبوك أي وسيلة تواصل أخرى قاعدين إحنا نحاول أن نكون جريبين عن قرب يعني مع بعض رغم الوضع اللي احنا فيه صحيح. غير كذي احنا قبلها يعني قبل هالوضع اللي احنا فيه كنت قبل الازمه ذي راجعين من مهرجان الشارجه للشعر الشعبي او الشعر النبطي وهذا كان مجال لنا الواحد يلتقي بالشعراء ويتعرف على جديدهم ويحتك بهم بتجاربهم وهذا امر جدا يعني طيب بالنسبه لنا كشعراء ما ادري اذا صارت ولا لا ما فكرتوا تسوون امسيه شعريه أونلاين والله احنا ما سوينا بس عندي جروب او مجموعه في الاردن سووا امسيه وكانت امسيه جيده لكن انا يعني في رايي ان الشعر اجمل اذا كان مباشر اي مثل وضعنا الحين يعني مثل وضعنا نبي نسمع بعد واحد اذا ما عليك امر سابون بعد أقول سنين أغزل من خيوط الوعد لي شال يدفي ليلي الغرقان في بردي تهاويله حزين الليل يعزفني على ناي السهر موال وانا قلبي مثل شمعة ويذوبها مواويله أضويله وأضوي لك طريق الوصل يم وجال وعلق عيني على الشباك عن شوقي ومعاويله أنادي يا بعد عمر الهنادي يا الغيابك طال تعال الليل مولني ألم ذاق العنا ويله أنا من فزة أقصاني ثمر حبك عليها سال نويت الكل عطى لكن جهلت شكنت ناويله أضوي لك عتام الوقت إذا مالت سنين ومال أمانة تسأل قليبك عن اللي سنين ضاوي له تعال اسمع غنى روحي إذا طريق مرجوال تبوح الحانها بقصوصة الفقد وبقاوي له لك الله من رحل زول وهي تتوكه المنوال سهر لين وقهر وين وعذاب أجهل شساوي له تعب تغزل من خيوط الرجال شال ولا أنت بصادق بوعدك ولا ليلي بمواويل صح لسانك صح لسانك استاذه ما شاء الله شو هالكلام زين هاي كلها نحصلها في الانستغرام
موجود كله أرجوك كله في الانستغرام موجود حبيبتي واتشرف ان تشوفونا وتطلعون عليه ويهمني رايكم اكيد ما تحتاجين راينا استاذه هنادي اليوم وجودك يمكن اثرى الحلقه اثرى ثالث ايام عيد الفطر المبارك شكرا لك استاذه هنادي الجودر على وجودك معانا احنا فخورين فيك امانه الساحه الادبيه والشعريه البحرينيه اتشرف بكم وشكرا لهذه الاستضافه عيدي صار اجمل ويعني من باب ان العيد يكون غير كنت معاكم بدل ما عايد على اهلي وربعي وانا معاهم احنا عايدت على كل اللي اعرفهم كل اللي احبهم واللي ما اعرفهم عبر قناه تلفزيون البحرين وهذه امر يعني عظيم بالنسبه لي الف شكر لكم شكرا للاستاذ شكرا مشاهدينا الان معنا ايضا عبر سكايب احد الجنود في الصفوف الاماميه دكتوره زينب احمد طبيب مقيم بمستشفى السلمانيه الطبي صباح الخير وكل عام وانتي بألف خير وصحة وسلامة يا رب صباح النور يا هلا شلونكم؟ الله يسلمك انتي شلونك دكتورة؟ كل محبة تقولينها بهالمناسبة حبيت والله بهالمناسبة أول شيء عيد عليك الشعب البحريني قبل الله طاعاتكم وعيدكم إن شاء الله عايدين عليك أحسن حال السنة الثانية وهي الأهم طبعاً خلكم في البيت عشان البحر وعشاننا أكيد أكيد وإن شاء الله لعب إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله يا رب دكتورة زينب أحمد طبيب مقيم بمستشفى السلمانية الطبي كل الشكر لك يعطيكم الصحة والعافية الله يسلمكم شكراً لك شكراً لك دكتورة مشاهدين في الختام حابين نشكر حلويات قدوع حلويات مروج المحرق محلات نوال شقرة للقهوة العربية وكافي بلانكو حلويات سعد الدين حلويات الخلود لجميع من ساهم معنا خلال هذه الثلاثة أيام اللي قضيناها وياكم وعيدنا وياكم من خلال شاشة تلفزيون البحرين. ما تبدأ تشكرين لحد بعد؟ إيه أحب أشكر أيضاً أتيلي المصممة كبرى القصير وأشكر الميكاب أرتست نجاح الشيخ ومصففة شعري فاطمة عوا وجميع ضيوفنا اللي ظهروا معنا خلال هذه الثلاثة أيام. أكيد إحنا وصلنا معكم لنهاية تغطياتنا الخاصة بعيد. الفترة السعيدة الفترة الأولى الله يعود علينا وعليكم إن شاء الله بالصحة والسلامة كل عام وأنتم بخير ومع السلامة